يا هلا والله وحيا الله كل اللي يشوفونا على قناه روتانا خليجيه. حلقه ان شاء الله راح نستمتع فيها بكثير من المواضيع والفقرات اللي دائما بناخذ ونعطي فيها. واكيد يعني حابين نقول لكم انه ان شاء الله عندنا الكثير والكثير من الاخبار والسوالف برضو والضيوف اللي بيشرفونا. بنعصر عصر في الاسئله عشان نطلع منهم كل حاجه ممكن نستفيد منها. قبل هذا كله مساء عليكم بالخير، ناخذ نفس عميق ونركز مع بعض، واللي ملخبط ولا مزعلان يروق نفسه عشان حنروق معاكم. واكيد نقول مساء الخير يا لميا. مساء النور عليك تراد، اكيد شايف كاهم شيء وحشتكم في البرنامج. مساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه في بدايه حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب، واللي اكيد بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتميزه والمتجدده. واكيد اقول لكم مع بدايه هذه الحلقه ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب. طيب قرار تقديم الاختبارات النهائيه اللي في المدارس والجامعات اثر على كثير من الطلاب سواء بالسلب ولا الايجاب. اكيد بالايجاب ما تعرف، لا لانه في ناس يقول لك قبل ما يقدموها وخلوها بدري قالوا يا الله ايش حنسوي في رمضان، احنا مره مضغوطين. بعد القرار يا الله ضغطونا، ايش حنسوي، كيف حنذاكر. في الحالتين الكساله يقول لك حيطلعوا لهم اعذار، لكن اللي جاهز من بدري هو اللي مكبر المخده ومريح نفسه وموزع مهامه. اكيد لا شك انه كثير فرحوا بهذا القرار، خصوصا انه كانوا يطالبوا كثير في السوشيال ميديا نبغى نأجل اختبارات في رمضان، ما نبغى نختبر برمضان، مع انه كلنا كنا نختبر برمضان، بس الجيل هذا شوي مدلع نقدر نقول. وعموما اللي حيفرح بهذا القرار هو اللي مجهز نفسه من بدري ومقسم المذاكره ومرتب وقته وكان يذاكر اول باول. ولكن الكساله زي ما ذكرت اكيد هم اللي راح يزعلوا كثير وما عندهم وقت، وحيحسوا بنفس الوقت انهم مضغوطين. ولكن في كل الحالتين اي في كل الحالتين هم حيقدروا. في هرجه اجنبيه تقول لك ايش واتش وات يو اسك فور، انتبه ايش اللي بتتمنى، بتسال عنه اكيد بتتمنى. هذا اللي حصل معهم. احنا سؤال الحلقه كان يعني بسيط لكن كان موجه اكثر شيء للاهالي وبرضه لكم كطلاب وطالبات، نبغى نعرف منكم ايش اكثر شيء شايلين همه بعد تقديم الاختبارات للابناء. وقلنا لكم في تويتر على هاشتاج ساعه شباب اسالوا اهاليكم. يلا نروح لاول الردود معانا اليوم من ايميدو، تقول امي تمسى عليكم وتقول انه ما في وقت للمراجعه، هاي خلص دراسه وعلى طول على الاختبارات. الله يعينهم، اكيد الله يعينكم. مسلمات، الله يحفظها لك يا رب. بس شايله هم ايش ما عرفنا. مريم تقول بما اني مسؤوله عن خواتي فاكثر شيء شايله همه هو اني حتعب باني اجلس اقول قومي ذاكري بالطيب، مو يبغوا تقديمها يلا اكرفوا من بغداح وجيل مدلع جدا. زي اللي ذكرته بالضبط حلو يا مريم. احمد دقنا يقول امي تمسي عليكم وتقول روح يالدي يا ولدي ذاكر بنفسك، انا ما حافيدك، انت اللي بتدرس ولا انا، يا الله اذهب عني ولا تضيع وقتي، يسعد لي مساكم اجمل ثنائي. واكيد مساك احمد، اهم شيء تسمع نصيحه الوالده. الله يعينهم والله حقيقي، يعني لدرجه ما احنا عارفين نقرا تغريده من كثر الكلام اللي يقهر. ساره بنت فهد بقول انا وش شلت همه وكل على همه سرى، قبل القرار خواتي حاذفيني من الجدول في المطبخ نهائيا، رأفه بي بعد القرار حطه اليوم والاسبوع. لينا حاتم تقول امي تسلم عليكم وتقول لكم الله يعز الحكومه، ولا هي شايلة هم شيء، والموضوع سهالات ومستانسة، رمضان بنرتاح فيه وهذا أهم شيء. طبعا بعد يجي وقت البطن. أوكي احنا نوقف هنا، حنكمل معكم. بس بعرف في احد عندك شايل هم شيء؟ والله ما في احد، امي مسكينه هي اللي شايله هم اخواتي اللي بالمدارس وبالجامعه، ولكن يعني اكيد راح يصابوا بكثير من التوتر وضغط الوقت، وما حيكون عندهم وقت يخلصوا فيه المنهج ولا يختبروا فيه، ما حيكون حقيقي عندهم وقت كبير انهم يراجعوا في هذه الفتره القصيره، شهر يعني جدا الفتره قصيره. بس الله يعينهم كلهم والله يوفقكم كلكم يا رب، ونشوفكم في اعلى المراكز. وعاد يا امهات اللي اولادكم شوي يعني مو كسالة، ولكن لا تلوموهم شوي على المعدلات، خليكم خفيفين عليهم. والله هو لو حطينا في بالنا ايش ممكن الاهالي يشيلوا هم، ايش اعتقد شلت هم قومي ولدي ذاكر، الهرجه أيه الكثيره هذه، هيقوم ذاكر حتجيب لنا العيد بدري، يعني تعبتني وانا اقول لك، يعني مساكين الامهات والله بيتعبوا، فهو التعب حلوقهم، فاحنا كمان لا نتعبهم زياده. يعني هم ما شاء الله ذاكرنا ولا ما ذاكرنا
حتى لو كنا مجتهدين برضه حيقول نفس الكلام، لكن طبيعي صراحه طبيعي. يعني انا ما افتكر صحيح اكيد ما افتكر يوم، يعني ما شاء الله كنت شاطره في المدرسه وكنت اذاكر دائما، وانا من الناس اللي يعني اذاكر وقت قليل ولكن يعني ما شاء الله المعدل يكون حلو كويس لدرجه انه كثير ينصدموا انه انت كيف ما بتذاكري وكيف معدلك كذا. والله ما كنت اغش، كنت اغشش. كنت تغشش ما شاء الله زيي. زي انا غشش يعني بس عشان احب المساعده مو شيء. عموما خلينا نكمل باقي الردود نشوف ايش ايش. خلينا نكمل. روان الاوسي تقول بصراحه احنا مكروفين لين نص رمضان، لا تقديم اختبارات ولا شيء للاسف، والله يعيننا نصوم لو نذاكر ولا ننام ولا نتابع برامج ومسلسلات. ومساكم سكر زيكم اكيد مساك يا روان. مسلسلات ما ينفع في رمضان، عباده يا امي. عائشه العامر تقول شالين همه الاختبارات التحصيل لان بعض المناهج راح تنحذف منها، بالذات المنهج العلمي لازم الطالب يكون مختم جميع الدروس عشان ما ياثر على النسبه. فعلا هذا اللي ذاكر من قبل. صحيح. احنا اليوم جايين مو عشان نقهر احد ولا نستفز احد. مزون الزهراني تقول عدم الالمام البنات والاولاد بالمناهج الاخيره وعدم الاجتهاد بالمذاكره والاعتماد على المراجعات لتسهل المذاكره. ويسعد مساكم احلى لما وطرات ومساك يا مزون. ان شاء الله المدرسين والمدرسات يعني ماخذين راحتهم، ان شاء الله ما يشدوا عليكم. شذون والله سالفه الاختبارات مره مرهقه، وبما اني انا اللي اذاكر لاخواني اكيد فيه مسؤوليه علي والله يعين. ويسعد مساكم لولو طلب. بس انا اعرف ايش المسؤوليه بالضبط، كنت بعرف كان بدي اعرف. اكيد مسؤوليه انها تذاكر لهم. ايه. اكيد. اخر ردود معانا اليوم من روان تقول بناتي قد الثقة الحمد لله ماشيين كويس، وكنت شايلة هم الضغط وتراكم المواد. الله يخلي لكم يا روان. ممتاز ممتاز. في ناس مريحين نفسهم وفي ناس طيب. جميل حلو. جدا. كنت بعرف رأيك عنود في هذا الموضوع بما انه حناخذ وقت. شايله انت شايله هم الامهات. أيه. جزاك الله خير. ايوه والله من جد يعني حلوقهم تنشف على قولك، بس انت ما عندك اي مسؤوليه برضو تجاه احد عندكم. الحمد لله. الحمد لله. الله هيكبر ان شاء الله، يكبر ان شاء الله. اصبري وفي مذاكره وفي دنيا. عموما احنا دائما يعني نحاول نوقف عند نقطه نقول لا هنا خلاص كفايه، يعني بلاش تنشيف الحلوق هذه وبلاش المماطله. بس انا ما اعرف ليش احنا اصلا نشيلهم هم اصلا في الاساس. في النهايه تراد في شباب وفي بنات، وما عمم اقول البعض عندهم لا مبالاه وعندهم عدم الاحساس بالمسؤوليه تجاه نفسهم، يعني لو عرفوا وحطوا في بالهم انه هذه الدراسه وهذا العلم اللي قاعدين ياخذونه هو لنفسهم، يعني نجاحهم راح يكون لنفسهم مو لامهم او لابوهم. في النهايه راح يحسوا بهذه المسؤوليه، ونحطوا في هذه المسؤوليه راح يكونوا قدها ان شاء الله، وراح ينجحوا بالنهايه ويوصلوا لمبتغاهم بعد الجامعه، او ممكن ناس كثير تحضر دكتوراه او ماجستير. ولكن في البعض حقيقي من الشباب عندهم لا مبالاه، خصوصا الشباب مو البنات، الشباب عندهم لا مبالاه. يعني على اي اساس انت بتقولي الكلام هذا؟ على اي اساس؟ مو شرط. لا كثير يعني ايش همهم؟ يروحوا يلعبوا مع اصحابهم ويروحوا يتمشوا مع اصحابهم وما يذاكروا. والله طب والبنات ما همهم يحطوا مسكرة؟ خلينا نخلص كلام. ما خلص. لا 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 البنات، خلينا نخلص. ما انت قلتي البنات. خلينا نخلص. انت مو قلتي على البنات على الشباب؟ اتفضل. البنات ما همهم يقعدوا يتكلموا في التليفونات 24 ساعة، وهذه ايش قالت وهذه ايش عادت وهذه حطت مناكير ايش وهذه لبست زيي وهذه اخذت كتابي وضحكت علي وقاعدة تتوشوش هي وصاحبتها عشان يقهروني؟ لا ابدا ابدا، بالعكس البنات عندهم احساس بالمسؤوليه ويقعدوا بالبيت ويذاكروا. يا بنات انتم شطار، لا يغركم احد، لا يغركم صحباتكم خروجات. ويا ولا لا احكي لك عن شيء ترى بما انك جبت السيره. صح. ما تحلى الخروجات الا وقت الاختبارات. صح. والمذاكره، صح ولا لا؟ صح. وانا بقول لك برضو الشباب ابدا ما عندهم اي نوع من انواع اللي يعني التطفيش او التعب، بالعكس ما عندهم الخرجات ولا الراحات والجهات، مره مجتهدين في المذاكره. هذه كلها رسائل المفروض انها ايجابيه. مالت اللي حيذاكر اللي ما حيذاكر ما له داعي. عرفت عن حكايه قصه الحصه الاضافيه اللي ضافتها الوزاره؟ اكيد طبعا. هي احسن وافضل عشان الطلاب والطالبات ما ينضغطوا كثير، خصوصا سبع حصص ما راح تكفي انهم يخلصوا المنهج خلال شهر او اقل من شهر. مو اللي زد النار. لا والله حقيقي افضل لهم، ولا انهم يقعدوا لين رمضان حصه اضافيه واحده. يعني مره سهله مره سهله مره سهله. ايامنا طراد كنا ناخذ 8 حصص تفتكر؟ كنا ناخذ 8 حصص وكنا نختبر في رمضان. كان كمان طبيعي والله طبيعي. اي طبيعي، وكنا نختبر كمان برمضان.
ما حأنسى ذا الموضوع صراحه. اي والله كنا نداوم في رمضان نروح ونخلص نداوم ولا وناخذ 5 ايام اجازه، 25 رمضان نوقف ناجز للعيد ونرجع بعد العيد اختبارات، وكنا يعني عايشين ولا اي دلع ولا اي والله حاجه. غريب زي عارفه افتكر موقف زي اللي مثلا لما تكون الكبيره في العيله وابوك يكون عاملك معامله، وبعد كده يجي اخوك الصغير اللي بعشر سنوات ولا اكثر، ويجي ابوك يعامله معامله لينا اكثر من مما كان يتعامل معك. طب ليش الجيل مختلف؟ طب انا ايش ذنبي؟ طب المعامله اللي تعاملتها قبل كده. نفس الشيء في الدراسه، عشان الجيل مختلف فبيسهلوا لهم وبيعطوهم فعلا ملهيات الحياه صارت كثيره. للاسف احنا انجرفنا ترى وراء هذه الملهيات، يعني لو احنا شادين على نفسنا، عشان كده في متفوق وفي شخص عادي وفي شخص كسول. بالنهايه اكيد حيكون لكل مجتهد نصيب، كل ما اجتهدت في حياتك راح تلقى جزء هذا الاجتهاد في حياتك اكيد، وحتكون يعني نقدر نقول في اعلى المراتب، تقدر توصل لكل شيء انت تتمناه بكل سهوله. ولكن اللي ما اجتهدوا وقعدوا ورا اصحابهم ورا الخروجات ورا الطلعات ورا يعني كل شيء، وسابوا كل شيء سهاله وعلى الغش، كثير بيعتمدوا على الغش خصوصا في الاختبارات. ما اعرف صراحه ايش راح اقول لكم، ايش راح يصير فيكم بعدين. ممكن تجيكم لحظه انكم تنتموا في حياتكم، صدقوني. عندي فصله نفس فصله المشروبات الغازيه اي فصله؟ تبي تذاكر ذاكر، وما تبي تذاكر براحتكم. اللي حيصير دكتور حيصير، واللي حيوقف واللي حيكمل. اهم شيء كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. اما نقعد نحن نقول لكم ذاكروا ولا تذاكروا ولا تتعبوا اهاليكم وانتم تعملوا العكس، ترى هذا شيء راجع لكم، انه حينعكس على شخصياتكم على طبيعه حياتكم. على فكره ترى من جد حينعكس على طريقه تعاملكم مع بعض، فشيء راجع. صحيح، ونحن كمان نوجه كلمه للامهات، لا تتعبوا نفسكم ابدا، وخليكم عاديين وخليكم جدا يعني باردين مع اولادكم. صدقوني اللي بيذاكر ذاكر لنفسه، واللي بينجح ويجتهد راح ينجح لنفسه. صدقوني لا تتعبوا نفسكم، لانه اكثر شيء يحزنني في هذا الوقت هم الامهات اللي شايلين هم اولادهم. والاهم تحيه لكل ام ولكل اب، يعني تعبوا في تربيه ابنائهم ولسه بيتعبوا. أكيد. ولسه احنا كمان حنتعب في حياتنا، وحنكمل في فقراتنا نعرف ايش الجديد في ساعه شباب. راجعين. يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة المشاريع الشبابية واللي بيطلقوها الشباب حسب الإمكانيات والأفكار الموجودة عندهم. المشروع اللي معنا اليوم متخصص في الحلويات والمعجنات، حنعرف أكثر عنه مع لجين أبو زيد. حياك الله يا لجين. كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ مشرفتنا لجين اليوم في استوديو ساعة شباب. بس بداية يا ريت تعرفينا أكثر عن مشروعك، ومتى اتخذتي قرار إطلاقه فعليا؟ أنا لجين أبو زيد، حاصلة على شهادة بكالوريوس من عبد العزيز. أحب أعمل الكيكات والمعجنات وحلويات. في البداية كنت دائما أتصفح وأتفرج على الكيكات، وإنه كيف طريقة عملها. بعد كده أخذت دورات في تزيين الكيك. هذا كلام من متى؟ 4 سنوات تقريبا. يعني بس هو هذا. ومتى اتخذتي قرار فعليا انك تطلقي هذا المشروع وانك تشتغلي في المعجنات والكيك؟ فعليا 4 سنوات كنت انا، يعني من بدايه 4 سنوات، من وقت ما بدات انا يعني على طول بدات اشتغل. حلو، جميل. طب 4 سنوات وبداتي تدوري وتسالي عن الحلويات والامور هذه، بس ايش ابرز الاشياء اللي بتقدميها وتتميزي فيها لجين؟ ابرز شيء انه انا دائما عندي معجناتي تشيز كيك، وعندي كمان اللي هي الكيك بانواعه. اعمل كيكات على حسب الاشكال مثلا اللي انت تطلبها، اعمل لك الاشكال اللي انت حاببها. اكثر شيء يميزني خدمتي، سهوله الطلب عندي. يعني في نفس اليوم مثلا، خلينا نقول لا مو لدي الدرجه، لانه في اشياء احيانا تجيني لا. ليش أنا يعني ابغى لها كم يوم. ليش اقول لك كذا؟ لانه في كثير محلات مشابهه لمشروعك، فكل واحد بيحاول يتميز. ابغى اعرف ايش الشيء اللي حيخلي مثلا الناس يقول لا انا اروح عند لجينز بيكري ما اروح عند فلان الفلانيه او فلان الفلاني. انا التعامل معي يعني دائما بيكون حلو. ايزير اسهل. هو التعامل. اوقات احنا كثير دائما نقولها، في محلات كثير ما شاء الله صار محلات اللذيذه واللي نستطعم وننبسط، بس مين الذكي فيهم اللي يسحبك؟ انا اتكلم على محلات عاديه، فما بالك باشخاص تتعامل معهم على الانستغرام عشان يعني يصير في عمل دائم. خصوصا كمان لجينك بتقدم هذه الخدمه من خلال السوشيال ميديا، فهل باعتقادك انه انت السوشيال ميديا كافيه انك تنتشري بين الناس والناس يعرفوا مشروعك وتقدمي شغلك من خلال السوشيال ميديا؟ حاليا نعم، انا يعني بالنسبه لي كان كافي انه انا يعني من الانستغرام.
اني اعرض اشياء وانه بعض اشياء وشغل من انستغرام، فكان كثير بيجيني من عن طريق الصور اللي انا حاطها فيها. حلو، بس ما تفكري انك تفتحي محل؟ ولا شايفه والله السوشيال يعني ميديا مكفي ووفي؟ لا يعني هو صراحه مو مكفي وموفي، بس انه انا ما عندي يعني ماني حاطه انه دحين انه انا ابغى، انا مستنيه انه يعني عارفه انه تنعرفي اكثر او انك يعني تكوني احسن في مستوى احسن من كذا عارفه، وبعد كده يعني ان شاء الله. الله اكيد شاركتك مهرجانات وبازارات. ايوه، ابغى اعرف ايش المشاكل اللي واجهتك في مشاركتك لهذه المهرجانات؟ ايش في امور ضايقتك مثلا معينه؟ احيانا يكون الضغط او انه الفتره تكون طويله، بس انه الحمد لله غالبا انه كان اكثر شيء يعني نافعني انه هي بتعود علي فتره الفعاليه نفسها. ايوه الفتره تكون طويله فبيضايقني ذا الشيء، لكن يعني فعليا كان صراحه حلو. نحتاج لك مثلا مساعدين في نفس المحل. ايوه انه ايوه ليش اسالك؟ انا عارف انه في لها مميزات كثير، احنا بنشوف طبعا مع بعض الصور للكيكات اللي بسويها، ليها مميزات كثيره، لكن في نفس الوقت في ناس بتنضغط اوقات وفي ناس طب نبي نعرف كمان مين اكثر الناس اللي ساعدوكي اللي جايين في مشروعك واعطوكي الدعم في هذا المشروع، خصوصا يعني كلنا عارفين انه كل مشروع يحتاج لدعم جدا كبير عشان يوقف على رجوله، خصوصا اذا كان في بداياته. حقيقي يعني ماما وبابا الله يخليهم لي صراحه، وزوجي وصحبتي ماي بيست فريند فاطمه كانت يعني معايا دائما طول الوقت. طبعا نوجه لهم تحيه. اكيد. كيف طيب تكافئ الناس اللي ساعدوك؟ يعني حقيقه يعني لجين الناس حلو ان الواحد يلاقي مساعده، وفي عندنا ما شاء الله احنا مجتمع محب للخير ودائما الناس تساعد وتساهم لو بفكره لو بكلمه طيبه. يعني وفي يعني ناس لا معاهم. هي دائما بتكوني معاهم يعني وبتكملي معاهم في نفس الاختيارات، يعني هم مثلا بيساعدوك في اراء معينه، هل بتستمري مع نفس الاشخاص ولا بتحاولي انك انت؟ لا يعني اغلب الوقت انه طبعا طبيعي حكون مع نفس الاشخاص وبساعد، واذا في عندي امكانيه وعندي وقت كافي انه انا اساعد ناس ثانيين اكيد حكون معاهم. حلو. حلو. طب لجين يعني صراحه انا من اكثر الناس اللي يعني احب الاشياء، كلنا نحب الحلويات وكلنا نحب المعجنات خصوصا اذا كانت موالح، الله، كلنا نحب الاكل. بس ما فكرتي لجين يعني انك تسوي مثلا اكلات معينه بالمعجنات او بالحلويات تكون لو كالوريز ما فيها كالوريز كثيره عشان اللي عاملين دايت، عشان اللي نفسهم ينحفوا ما يعرفوا ايش يسووا. يعني المعجنات معجنات يعني؟ لا يعني مثلا الحلويات اللي بتسويها او الكيكس ممكن انك تاخذي اشياء بدون سكر. انا ممكن اعمل لك هي بكميه بمقاسات اصغر بحيث انك تاكلي كميه او انك تاكلي الحاجه اللي انت تبغيها، بس انه مو انه يعني ما عندي انه انا اعمل لك هي بالسكر او انه دايت او حاجه. لكن اعمل لك هي بلقم صغيره بحيث انك تاكلي واحده لقمه تكفيك. ايش دراك انه حتكفي؟ يمكن اكل لقمه واحده وما وقف. عشان حلايا انا ما وقف. كذا قاعد اقول لكم ما وقف. الحلا والحلا والمعجنات اسمع ما لا حقيقي لن يتغير في حقيقه شيء. لا صدقني لو مثلا تغيرت المكونات صار ما عرفت لكم نفس الطعام. يعني ممكن يعني الواحد يبلعها بنفس الطعام وبنفس الطعام. لا طبعا، بس يعني خلاص اللي عامل دايت لازم يضحي شوي. لن تنالي ما تريدين يا لمي حاجة، تضطر تدخلي مو فيها كلام. انا اقول لك انا عاني، اعرف احساسك مره كويس، واحنا كثير ترى بنعاني من هذا الموضوع. صحيح. نبغى ناكل من الحلا، نبغى ناكل من المعجنات وكذا، بس ما نقدر ناكل لانها يعني بتدخل. ما شاء الله. واحده من الفقرات اللي انت ذكرتيها قلنا في الاخبار انه من أسوأ الاكلات اللي ممكن الواحد يتعود عليها هي المعجنات. اللي تتخن. أيوة. هي اكثر شيء هي اسهل شيء بتكون موجوده. أيوة. يعني بتكون لنا موجوده في كل وقت وفي كل مكان بنلاقيها، خلاص اسهل شيء يلا بتاكليها ورا بعض. أيوة. بتحسي بالنهايه تشوفي في الميزان تنصدمي. أيوة. بتحسي بالميزان. صحيح. ابغى اعرف ما شاء الله شفنا صور لكثير من الامور اللي انت بتسويها، في طلبات بتجيكي غريبه اكيد لجين. أيوة. ايش اغرب شيء جاك في الكيكات؟ اغرب طلبات حقيقي انا الطلبات الغريبه والاشكال اللي انا يعني ما احبها ما اسويها. ما احب ان انا اخاطر. تحدي لك بالعكس. لا انه عادي بالنسبه لي انه اشكال يعني انه يعني اشكال يعني عادي باخذها، لكن انه في ناس تيجي تطلب الطلبات انه يعني ما انا ماني يعني مو حقي انا. زي ايش؟ عادي خذ راحتك. أنا أقول لك قصدك كيكات طلاق وكذا؟ هذا اللي كنت بقوله. يعني زي كذا هذه الأشياء أنا ما أقدر أسويها، هذه الأشياء ما يعني ما تظهرني أنا، ما تجر شخصيتي. عارف يعني أنت داخلة هذا المجال بمبادئ وأساسيات مستحيل أنك تغيريها. أيوه يعني ما أظني أغير أشيائي أنا عشان أنا أرضي الناس. أوكي لازم أول شيء أنا أكون مبسوطة على الشيء اللي أنا أسويه عشان أقدر أخلي عميلي أنا مبسوط ومرتاح معايا، عارف كيف؟ أما غير كذا ما أقدر. طب إذا جاتك يعني مناسبات أو حفلات خارجية وطلبوا
يطلبوا منك مثلا مجموعة من الحلويات، مجموعة من المعجنات، كيف بتحاولي انك توفري الوقت؟ هل في احد بيساعدك في طلبيات تجهيز؟ خصوصا يعني ترى صعب يا جماعة، الطبخ صعب مو سهل ابدا، فكيف يعني بتحاولي؟ انا ليش اقول لهم دائما للناس انه يعني يدوني وقت، مثلا لو انه عندهم الطلبية كبيرة لازم قبلها 3 ايام، عشان لانه انا بكون لوحدي وبشتغل واحيانا انضغط عن جد ما يكون في احد يقدر يوقف معايا. فطبيعي لازم انه قبلها 3 ايام اقل شيء، لاني لازم ارتب اموري، اجهز اشيائي، اشوف كيف الاوقات اللي تناسبني ان انا اقدر اشتغل فيها. خصوصا الاكل لازم يكون فريش يعني في وقت. ايوه عشان كذا. بما انك خبازه ما شاء الله، ابغى اعرف ايش اكثر شيء الناس يعني، هو كله ما شاء الله بينطلب، الكيكات والمعجنات، بس اكثر شيء انا اعتقد المعجنات، هل صحيح ولا لا؟ صحيح اكثر شيء بكميات اكبر من الكيكات، بكميات اكبر من الكيك. ايوه طيب، وما بيخلص الدقيق شيء؟ لا لا اكيد الدقيق دائما يخلص علي. الناس تحب الموالح اكثر من الحلويات ولا لا بوجهة نظرك؟ على حسب. لا في ناس يعني في ناس يحبوا الحلويات اكثر من المعجنات، ما يفضل يعني ماما عندي تحب الكيك والحلويات اكثر من المعجنات، صاحبتي تحب المعجنات وما تحب الحلويات، فيعني حتى دائما لما اسوي اشياء جديده اسوي الكيك لماما تذوقه واسوي المعجنات عشان صاحبتي هي اللي تذوقها. انا فكره انا ما يعني ايام ما كنت اقدر اكل من الاشياء هذه بعد قبل ما اتمنع منها، ترى كنت يعني هو على حسب اوقات ابغى حلا كثير. ايوه يوم ثاني ابغى مالح كثير. طب ما فكرتي لو جاي انك تتميزي بكيكه كذا من صنعك بمواصفات او اشياء من خيالك انت تتميزي فيها؟ يعني كثير من الخبازين ايوه بيجونا مثلا خصوصا متخصصين في الحلويات ما ابدا مو معصوب. كيكه معصوب ما ذكرتيها؟ لا ابدا ابدا. كيكه معصوب ما كنت فيه، فاتتك كلامي اقسم بالله. مع اني مين اللي جابها؟ كانوا يجيبوا لي ماني فاكر اسمه، لكن والله صراحه شرفنا بطاوله. كنت وقتها في تركيا افتكر. راحت علي خلاص المره الجايه ان شاء الله. فما فكرت انك تتميزي بكيكه؟ هذه كيكه ما نلاقيها مثلا غير عند لوجين. حقيقي يعني لا لسه ما فكرت فيها. ان شاء الله نوصل يعني توصل ان شاء الله توصلي لها قريب، ورجعي نتمنى لك كل التوفيق في هذا المشروع، وشرفتينا اليوم في استوديو ساعات شباب. شرف لي. شكرا لك يا لوجين. هنكمل معاكم بعد الفاصل في الاخبار والسوالف، ايش الجديد؟ انا عن نفسي ما اعرف، ابغى اعرف بعد الفاصل. وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات واللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. خبري سطرين يعني بسيط جدا، واللي يهتموا بالتكنولوجيا خصوصا اللي يسافروا كثير ويروحوا ويجوا ويهتموا بالطرق، هذا حيهمهم جدا، لأنه مو جوجل مابس، لا خرائط أبل اللي هو أبل مابس اللي موجودة أصلا في جوالات الآي أو إس الأبل وغيرها، بتضيف بيانات حركة سير المرور في السعودية والإمارات، وهذا طبعا جاء لسبب طبعا استخدام هذه الدولتين في التعرف على أحوال الحركة المرورية قبل الخروج، وأيضا لأنه راح يزداد الازدحام في هذا الوقت من كثير من بسبب كثير من الأسباب. في اقتراحات لطرق بديلة وطبعا لزيادة الكثافة السكانية زي جدة والرياض ومكة والمدينة، وأما في الإمارات فالدعم يشمل العاصمة أبوظبي ودبي والعين والفجيرة وغيرها. جميل جدا، خصوصا انتم الشباب راح يسهل عليكم الكثير من الامور، والطرق مختصره وتعرفوا وين الاماكن اللي فيها زحمه وين ما فيها زحمه. يسهل على شركات توصيل السيارات برضو عشان يقدروا يوصلوا لكم بسرعه من غير ما توصفوا، اهم شيء ما توصفوا. عموما تراد خلينا نروح لخبري الثاني. خبر الثاني، ابغى كل الشباب والبنات يقفلوا اذانيهم، والابهات والامهات يفتحوا لي اذانيهم وعيونهم ويركزوا معاي في الخبر كويس. ليش؟ لانه في تطبيق جديد، هذا التطبيق ايش ميزته؟ يقول لك تشاهد ما يرسله طفلك من جواله، تقدر تشوف كل شيء هو قاعد يرسله من خلال هذا التطبيق، واللي بات بامكان الاباء المشككين بشان المحتوى الذي يرسله اولادهم عبر هواتفهم المحموله التحقق من هذا المحتوى ومراقبته عبر تطبيق جديد. وطبعا بامكان هذا التطبيق الذي يحمل اسم Gallery Guardian التعرف على الصوره التي يرسلها الاباء من الابناء من هواتفهم، وتحديد ما اذا كانت غير لائقه، وارسال اشعار
استفسار إلى هاتف أحد الوالدين، وأيضا قال صاحب فكرة التطبيق وهو أب لأربعة أبناء: أدركت أن الأطفال حتى في عمر الثامنة يتبادلون صورا غير لائقة، وتشير إحصائيات حديثة في بريطانيا إلى أن المحادثات ذات المحتوى الغير لائق على الإنترنت تمثل أكبر مصدر قلق للآباء على أبنائهم. فيا آباء ويا أمهات ركزوا كويس على اسم التطبيق Gallery Guardian. وطبعا هذا التطبيق أتوقع راح يكون موجود في الآي أو إس وأيضا الأندرويد، تقدروا تنزلوه وتراقبوا أطفالكم كويس. والله من الصورة صراحة ممكن نرجع الصورة اللي كانت موجودة، يعني من جلسة الولد في 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 الصورة واضح إنه مرة طفشان، جزمة مدرسة الله يكرمكم، واضح إنه صغير ما أعرف أيوة، بغض النظر إنه صغير بس ما أعرف جلسة واحد راسل، شوفي أصلا قاعد وجنب السبت، شوفوا أي الجلسة تلاقوها زي كذا في البيت أعتقد حشك في الجلسة يعني طرات حيشك في الجلسة طبعا لا لا مو شرط لا لا مو شرط مو شرط الجلسة لا أبدا عموما إحنا لن يعني لن نخنق أبنائنا، جيل الزمن هذا ترى أبدا ما هم يعني ما هم هبل ولا هم أغبياء، بالعكس جدا أذكياء، إحنا نوعيهم ونقول لهم ترى هذا غلط وهذا صح، وإذا عرفنا من خلال البرنامج اللي قلتي عليه مو نروح نضربهم ولا نصارخ عليهم ولا نسوي لهم عقدة نفسية، لا نفهمهم ترى انه بطريقة غير مباشرة بلفة بذكاء عشان احنا عاقلين وكبار. اكيد نروح للخبر اللي بالكاد يصدق، لانه دائما نسمع عن فصلة التوائم السيامية ودائما الناس تتهافت على فصلة التوائم السيامية اللي هم ملتصقين. في الخبر هذا توأمتين ملتصقتان ترفضان الانفصال رغم خطر الموت، هذا اللي صار لكارمن ولوبيتا في الوجود لما خرجوا طبعا الى الوجود، قال الاطباء لابائهم لابوهم وامهم انه راح يعيشوا الثلاث ايام فقط بسبب مشاكل صحيه. التوأمتين الملتصقتين اللي يبلغوا من العمر 16 عام ولدوا في المكسيك، من اسمهم طبعا كارمن ولوبيتا، تعيشان في الان في امريكا، وبالرغم من تحذيرات الاطباء احنا بنشوف صورهم الان من خطر البقاء انهم يفضلوا ملتصقين، لانه كارمن ولوبيتا رفضوا تماما فكره الانفصال، وقالت كارمن انها مساله نفسيه، احنا تعودنا على هذا الوضع وما نبغى نغيره ابدا. اوقات فعلا الجانب النفسي هنا يعني ممكن يدعم وممكن يأثر كثير تراث او ممكن يدمر. طبعا لكل فتاحه هنا عشان تعرفوا طبعا قلب ويدين ورئتين ومعده، لكنهم يشتركوا في بعض الاضلاع ونظام الدوره الدمويه والجهاز ايضا الهضمي. قالوا الأطباء أنه إجراء العملية الجراحية لفصلهم ممكن تنتهي بمشاكل خطيرة أو تنتهي بالموت لا سمح الله. طبعا يعني هم مرتاحين كذا، هم أكيد كدا مرتاحين كذا وقرروا أنهم ما ينفصلوا وإن شاء الله يعيشوا على طول مع بعض. يعني أحب كثير التوائم دائما تربطهم علاقة جدا قوية تراد، يعني حتى إذا كانوا هم ما هم منفصلين ولكن هم راضين بوضعهم، راضين بحالهم، راضين بالحال اللي هم عليه واللي انخلقوا عليه. نقول لك اوقات النفسيه ترى تاثر، خلاص هم نفسيتهم كذا مرتاحين، لو انفصلوا نفسيا ممكن تاثر، ممكن مو مشاكل صحيه اللي هي النفسيه ممكن تاثر عليهم. صحيح. عموما نروح لخبر الاخير موجود معاي اليوم، وهي حمله لحذف ايموجي السيجاره الموجوده في الهواتف بالمملكه واللي اطلقتها وزاره الصحه وشركه الاتصالات السعودية، حملة لحذف الرمز التعبيري الإيموجي للسجارة من الأجهزة الذكية بالمملكة، وتزامنت الحملة مع تنامي استخدام الرموز التعبيرية بين مستخدمي الأجهزة الذكية، حيث يرسل عالميا وبصورة يومية 6 مليارات رمز تعبيري إيموجي و3.2 مليار رمز يرسله الأطفال، ويمثل وجود رمز السجارة واستخدامه في المحادثات الإلكترونية دعاية وقبولا لهذا الرمز، مما قد يرفع نسبة قبول التدخين لدى الصغار السن، تحديدا إذا ما أخذنا في الحسبان الدراسات التحذيرية التي أكدت أن متوسط أعمار المراهقين الذين يقعون في عادة التدخين هو 14 عاما. وحقيقي يعني يمكن من أفضل الحملات اللي راح تصير إذا انشال الرمز التعبيري للسجارة من الهواتف الذكية في المملكة. حل جميل عشان لا يأثروا على الأبناء، هذا شيء جميل جدا. صحيح. لكن دائما أقولها وناس كثير يعرضوني، لما يكون في حل جذري أكثر لهذا الموضوع، يعني الدول في العالم ككل بدل ما يركزوا على الحملات وهذه الأمور يركزوا على القضاء تحديدا على نسيت القضاء على هذه الشركات، القضاء على شركات التدخين بشكل عام، يعني خلاص راح يرفع السعر قريب.
وانت تعتقدي لما يترفع السعر سواء هنا ولا برا ولا لا في اي بس مكان في العالم ممكن يأثر. الناس حتبطل؟ لا بس ممكن يتاثر، ممكن ياثر على فئه كبيره، ممكن ياثر على فئه مثلا عندهم عليهم ماديا على جيوبهم. ايوه ممكن يبطلوا يشتروا تراد. لم هم ما هم الناس ما هم صغار. الناس بالعكس يعني فاهمين وعارفين انه هذا خطر، يعني ممكن يدوا لك محاضرات ومعارض انه هذا خطر على صحتهم و لكن ما اعتقد انه هذا أو يعني عشان انا ما عندي فلوس ما حادخن. طب لما يصير عندي فلوس حادخن؟ يمكن بالضبط هنا لهذه المسألة. عشان كده كل واحد يحكم نفسه ويفكر بشكل سليم. هو في الأخير التدخين جدا مضر، يعني كأني قلت معلومة جديدة جبت التايهة بس ما أنا قلت تدخن ما تدخن واحدة ما نفصل على مرة واحدة. لا حقيقة راجعوا نفسكم، حقيقة حقيقة راجعوا نفسكم، كل واحد يقدر يوقف. أكيد. ومكملين بفقرات ساعة شباب مع فقرة الأخيرة بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد. هذا من كلام الإنشائي. ساعة شباب وفكرة شباب في هذه الفقرة هنبدأها الآن أكيد مع ضيفنا المهندس واستشاري معماري عمل في مجال التصميم والعمارة وصمم أكثر من 150 مشروع ما بين المعماري والديكورات. اسمحوا لي أرحب بضيفنا المهندس محمد العقاد. يا هلا فيك معنا في ساعة شباب، شرفتنا مهندس محمد. كيف حالك مهندس محمد؟ إن شاء الله طيب. طيب بديت أنا يعني احترفت في هذا المجال كمصمم معماري، بس عشان الناس تعرف هذا الموضوع أيضا فن الديكور الداخلي. أبغى أعرف الشغف هذا والاهتمام اللي حصل أيام زمان ما كان رائج، كان بالنسبة اللي يدخل التصميم أو الديكورات أو شيء شخص يعني ليش ما صار دكتور أو مهندس زي ما يقولوا. فبعرف إيش كان سبب ذهابك لهذا المجال وكيف كان عندك الثقة وقتها. هو المعماري والديكور بيرتبط بالفن بشكل عام. أوكي. يعني هو نوع من أنواع الفن، فتجد يعني تلاقي في بعض الدول أنه نفس الكلية تيجي تحت الهندسة وفي دول تانية تكون تحت الفنون الجميلة أو الفنون زي صحيح. صح صادق. فهي كلية مربوطة أكثر حاجة بالفن، يعني يمكن علاقتها بالفن أكثر شوية من الهندسة. فأنا طبعا لما كنت صغير كان عندي اللمسات الفنية، أحب أرسم كثير، أحب يعني المناظر الطبيعية، أرسم وشوش، أرسم مناظر، أرسم حلو. فلما كبرت حبيت أربط الهواية اللي عندي أو الملكة هذه بشغلي نفسه، فعشان كده اخترت الهندسة المعمارية. فدرست وصقلت الموضوع. حلو حلو. طب نبغى نعرف مهندس محمد إيش أكثر أنواع التصاميم اللي قدمتها سواء من المعماري أو من فن الديكورات الداخلية؟ هو طبعا المعماريين المميزين او في العالم تمام دائما بيمشوا على طريق واحد غالبا، يعني بيكون ليهم نوع من انواع الفن بيمشوا عليه تمام. يعني اخر حاجه يمكن دحين كانت في معماريه مره مميزه اللي هي اسمها زها حديد. زها حديد كانت ماشيه على البوست مودرن اللي هو ما بعد الحداثه بيسموه. فهذول اللي مره كبار تمام، لكن اللي زينا احنا على قدنا بيكون اكثر من نوع، بنشتغل باكثر من نوع حسب ما بيتطلب السوق، حسب متطلبات الناس، حسب ذوق العميل بالنهايه. حسب ذوق العميل. زي ايش اسماء الانواع هذه؟ في عندك مثلا فن اسلامي، عندك مثلا اندلسي يندرج تحت الاسلامي، عندك الفن الحديث اللي هو المودرن تمام، عندك الفن اللي هو ما بعد الحداثه تمام، في انواع تيجي تحتها مثلا كلاسيك، يجي تحته انواع ثانيه. طب اللي يميزك مهندس محمد انه انت دمجت اكثر من نوع في 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 فنك يعني للتصاميم الداخليه ايضا والمعماري بشكل عام، كيف قدرت تدمج وعلى اي اساس تم هذا الدمج؟ لانه مو اي احد يقبل الدمج، يقول لك لا كل شيء وله مكانه وكل فن له ميزته. حلو ممتاز. هو شوف طبعا في البدايه قريت كثير عن انواع الفنون هذه اوكي، ولقيت انه الاحترافيه ان انت لما تقدر تكون فاهم النوع اللي انت شغال به وكيف تمشي في ديزاينك ما تطلع عنه تبرز الخواص لهذا الفن تمام. بعدين بدات مع العملاء اللي بيجوني انه بيطلبوا اشياء، يعني ممكن مثلا يجيني واحد يقول لي انا ابغى اسلامي بس مودرن، يعني جديد وكذا بس مش زي الاسلامي القديم وكذا. فبدات تراثي احاول بالضبط. مش تراثي.
فبدأت أحاول إنه أدمج أكثر من حاجة في الأول محاولات تمام، بعدين بدأ الموضوع يصير نوعا ما احترافي، يعني ممكن أعمل مثلا شيء مودرن في إسلام تاتشز إسلامية وكذا أوكي، فبدأ الموضوع يصير غريب شوية يعني ما يكون زي المعتاد تمام. بس هذه ترى يبغى لها تركيز عالي، يعني إحنا لو نشوف كل فن وخواص ترى انت لازم توزن مره كويس ما بينهم، يعني هل هو مثلا بالضبط هي صعوبتها في كده تاريخي مودرن ولا مودرن تاريخي، هنا ترى بالضبط يعني انا مره جاني واحد سي قال لي ابغى كلاسيك مودرن، يعني كلاسيك عكس المودرن اثنين عكس بعض تمام، لا تمام بس يقدروا يتوظفوا مع بعض بس هي بالضبط عشان توظفيهم عملت له حاجه اسمها باو هاوس فن كده كان اسمه باو هاوس باو هاوس هي أيوة. عباره عن خطوط كده مستمره وكده ودمجت معاه الكلاسيك تمام ف يعني ما هي سهله صعبه لانه لو خانك الموضوع وملتي على فن اكثر من الثاني ما بتزبط اكيد طبعا، يعني انت بتذكرني بالذي مضى كل هذا درسته براجع معك مهندس محمد، بس خلينا نتكلم كمهندسين يعني مع بعض، في كثير من الناس تعطي تعليق يعني لا اكيد وانت مهندسنا بالفطره على فكره اكيد بالفطره وما انت بتشوف غرفتي ايش مسوي فيها يعني بس لا حقيقي راح نتكلم في مشكله يمكن كثير من الناس يواجهوها وخصوصا للمهندسين واللي ايضا طالبين اي تصميم ممكن يصمم لهم، هو انه التصميم على الورق يختلف تماما لما تجي وقت التنفيذ، هل المشكله انه انت بتختار خامات ما هي متوفره عندنا او المشكله انه مثلا يعني وقت التنفيذ ما بتلاقي هذه الخامات اللي انت راسمها في التصميم او ايش المشاكل اللي ممكن تواجه الناس؟ شوفي الفرق ما بين المحترف وما بين اللي هو ما عنده احترافيه تمام، انه انت المفروض لما بتصممي، انا كثير في السوق هنا بلاقي مثلا يجي واحد والله انا سويت تصميم عند فلان اوكي، بيجي جايب تصميم ما يتنفذ، ما يتنفذ ليش؟ حاطط له مواد يعني ما هي موجوده في السوق اوكي، او المصنعيه نفسها او الحرفه اللي في التصميم هذا ما حد بيقدر يعملها هنا، يعني في حاجات بصراحه ما بتتعمل الا برا، صعب تنعمل هنا اوكي، او حطيت له مثلا معتمد في التصميم على نوع معين من الفرش او شكل معين والشكل هذا هو مستحيل يعني يعمله بدي الطريقه تمام، او مره صعبه وما حيلاقي، فهذه مشكله من المشاكل. حاجه ثانيه انه احيانا الاقي مثلا سواله منظور او سواله صوره للمكان اوكي بدون مقاسات بدون ولا شيء، يعني المكان مثلا حتى في الصوره جاي شويه مستطيل، في حين انه في هذه المستطيل نسيت اسمه يعني البلان تقصدي؟ لا مو البلان، المنظور الثلاثي الابعاد البرسبكتيف ايوه البرسبكتيف اللي هو المنظور هذا اوكي، المفروض انه بيوضح رسمه اتعملت بمقاسات، يعني انت عشان تمشي از بروفيشنال واي عشان تمشي بطريقه احترافيه اول حاجه بتسوي المقاسات حقتك لكل شيء وبعدين بتعملي اللي هو الشكل النهائي او ففي ناس تعمل الشكل النهائي بدون مقاسات، فطبعا بيجي ينفذ في الطبيعه ما بيتنفذ، ناس كثير يجوا يقولوا لي والله عشان المقاسات ما تكون موزونه بالضبط. قصدك النقطه الفي بي ولا البي في اللي هي الفيرتشوال بوينت؟ لا هذه حاجه ثانيه، هذه شيء مختلف، لكن اللي انا بقول عليه انه انت المفروض قبل ما بتسوي الصوره النهائيه اللي بتفرجها للعميل هذا اوكي، انه بيشوف شكل الغرفه كده اوكي، المفروض انت بتكون عامل مقاساتها مظبوطه وكل شيء ورافعها بالضبط من البلان نفسه ومن وعامل الفيشن وسكشنز، ففي ناس على طول بيختصر كل ده وبيقوم عامل الصوره الاخيره هذه بتكون يعني لدرجه انه واحد من العملاء مره وراني صوره لمكان لي ومشتريها اوكي، بعدين الصورة هذه أنا شايفها قبل كده على الإنترنت نفس الصورة، هو الرجال بس جست جاب الصورة والله هذا مو مهندس وداله هي والله العظيم تشوف حاجات غريبة مشكلة يعني. على فكرة هذه لأنه جزء من عمله أنه هو يسوي المشروع كامل وبعدين يوضح، ففي ناس كثير يقول لك طيب أنا جيت أنفذ في الطبيعة ما طلع زي لأنه أصلا الشخص اللي سواله هذا يا انه مو احترافي يا انه ضعيف يا انه ضحك عليه اصلا يا انه وات ايفر. طب انا ابغى اعرف مهندس محمد بكل شفافيه ايش ينقصنا في السوق السعودي عشان نوصل لمرحله احترافيه زي ما حقول لك امريكا ممكن ايطاليا في 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 فنها وفي ابراز بعض المعالم وفي ان نكون محترفين في حتى في التنفيذ في ادق التفاصيل، حتى في دول عربيه كثير محترفه في هذا المجال وعندهم يعني لو تشوف فنهم سواء في الشام او في شمال افريقيا كله في مصر وغيرها من الدول بنلاقي فن يعني لدرجه انه ممكن يحكي تاريخ، متى نوصل لهذه المرحله؟ هو شوف انا هقول لك حاجه، هو المهندسين السعوديين نفسهم تمام
أنا أشوف من وجهة نظري إن هم مستواهم يعني ما يقل أبدا عن أي مستوى برا، في أمريكا، في أوروبا، في كده، تمام. والدليل على كده إنه إحنا كليتنا هنا اسمها كلية تصاميم بيئة، تمام، في جامعة الملك عبد العزيز. كليتنا هذه أخذت يمكن أكثر من جائزة عالمية، أوكي، صحيح. الطلبة حقونها، أوكي، فهم ما يقل مستواهم أبدا عن الموجود برا، أوكي. لكن المشكلة مش في مستوى المهندسين قد ما هي المشكلة في السوق نفسه. السوق عندنا هنا هو مش احترافي، عشان كده سألتك السوق نفسه متى يوصل لهذه المرحلة. هو المفروض انه يكون في توعية للناس، يعني هي يعني للأسف انه ما في برامج كثير توعوية، تمام، للناس، ترفع الذوق العام عندهم، ترفع يعني هو حتى المالك تحسه ما هو. انا كثير يجيني ناس يقول لك انا ماني عارف اروح لمين، خايف اروح لاحد يضحك علي، خايف اروح ماني عارف ايه. فما في يعني نفس المالك مو فاهم كثير، ونفس السوق نفسه كده. اوقات انا عندي قدام عماير الاقي نشاز، يعني الاقي العماره فيها قزاز، وفيها حجر اردني، وفيها لمبات لايتات زرقاء في الارض، وفيها ممرات. طب انتوا ايش دخل مو مهندس اللي سواها؟ هو على فكره اغلب العماير اللي عندنا هنا مش مهندسين، اغلبهم مش مهندسين. اكيد نشكرك استاذ محمد، مهندس محمد العقاد، على وجودك اليوم معنا في ساعه شباب. نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال، ورجعتنا بايام زمان. الحل الوحيد انكم تجبروا الناس على حاجه معينه. الله يقويكم. اي والله هذا الموجود هنا عجبكم. شكرا لك مهندس محمد. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. بنستانس ان شاء الله معاكم بكره اخر يوم ان شاء الله. اي ان شاء الله. ايميل البرنامج وهاشتاج ساعه شباب موجودين، لنعرف ايش عندكم، نلحق على اخر الاسابيع. اذا حابين تضيفوا حاجه مرحبين بكل الافكار. اكيد راح نشوفكم بكره ان شاء الله بنفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. بكذا اقول لكم فمان الله معاكم. انا لمياء غالب، انا كنت معكم طرات سندي. فمان الله، مع السلامه.